مرحبا، الله يعطيكم العافية. محاضرتنا الماضية توقفنا فيها عند تحكمنا بحركة الباكمان حتى نحدد اتجاه الحركة. فاستخدمنا أول شيء الأزرار الباتونز، وبعدها انتقلنا ل another event اللي هو الـ on key down. إذا بضغط أنا على أي مفتاح موجود عندي على الـ virtual keyboard، فاستخدمنا هذه الميثود اللي اسمها on key down. ضروري الآن نتأكد أول شيء من الكي كود، الزر اللي أنا ضغطت عليه. فإذا كان الزر اللي أنا ضغطت عليه اللي هو عبارة عن الدي باد أب أو اللي هو الكي كود إلو 19، فمعناته الدايركشن عندي is equal to 3 will move to up. إذا كان عندي الكي كود under دي باد underscore down is equal to 20، اوكي اذا كان الكي كود اللي انا ضغطت عليه 20 so it will move down، وبعدها 21 for left و 22 for right. هذا الشيء اللي المره الماضيه عملناه حتى نتحكم بحركه الباكمان. اليوم ما راح نستخدم الكي داون، اليوم بدنا ننتقل ل new event. هذا الايفنت اسمه on touch event. On touch event يعني إذا ضغطت على أي مكان عندي على الشاشة، فالآن راح ينفذ لي هذه الميثود اللي اسمها on touch event. شو بدي أعمل في ال on touch event وكيف بدي أتحكم باتجاه الحركة؟ خلينا نشوف الآن الباكمان عندنا. لو كان هذا الباكمان وأنا الآن ضغطت في أي مكان على الشاشة، لو مثلا ضغطت في هذا المكان، وين المفروض؟ هل يروح عندي لفوق على اليمين على اليسار بناء عليها؟ وكيف بدي أحدد؟ طبعا أول شيء ضروري أني أنا أحدده، ضروري أني أعرف أبعاد الباكمان، وأكيد هذه النقاط إحنا بنعرفها، هاي اللي هي نقطة الـ X والـ Y، هذه اللي هي عبارة عن X plus 200 Y plus 200. إذن أنا بعرف الآن عندي باكمان وين موجود. إذن كمان بدي أعرف وين النقطة على الشاشة اللي أنا ضغطت عليها، وأكيد هذه النقطة اللي أنا ضغطت عليها رح يكون إلها إحداثيات. خلينا هذه الإحداثيات نسميها مثلا ب click CX و click Y CY، أكيد رح يكون عندي إلها إحداثيات. فالآن الفكرة كيف بدي أحدد الاتجاه وأنا عندي قيم الـ X وعندي قيم الـ Y وعندي Click X أو Pressed X والPressed Y، هاي النقطة وين المكان اللي أنا ضغطت عليه. يمكن أبسط حل نفكر فيه إن إحنا نقارن قيمة الـ X والـ Y. إذا بلاحظ الآن هاي عندي قيمة الـ X والـ Y، أكيد الآن إذا كانت عندي الـ Y اللي أنا محل ما ضغطت عليها أقل من الواي الحالية، فمعناته أنا رح أتجه للأعلى وبدي أغير الدايركشن عندي للأعلى. بالعكس إذا ضغطت أنا في هذه المنطقة، أوكي، فبدي أحدد الآن الاتجاه. إذا بقارن قيمة الواي الموجودة عندي في النقطة اللي أنا رح أعمل عليها كليك مع الواي الموجودة عندي هون، يعني لو قارنت هذه النقطة إحداثيات الواي فيها مع إحداثيات الواي هون، أكيد راح تكون عندي الواي أكبر اللي أنا ضغطت عليها، فبالتالي راح أنزله لتحت. أوكي، خلينا نجرب بس هذول الاتجاهين. خليني أجرب كيف أغيره من مثلا من مكان اللي هو موجود فيه، أخليه يتجه للأعلى أو أخليه يتجه للأسفل، وبعدها بنجرب بقية الاتجاهات. إذا زي ما اتفقنا، أول شيء بدي أعرف النقطة اللي أنا ضغطت عليها. كيف بدي أعرف النقطة اللي أنا ضغطت عليها؟ أكيد بدي أروح على الـ Object عندي اللي بتأخذ الـ Method OnTouchEvent اللي هو اسمه Event dot، أشوف لي أي Method راح ترجع لي قيمة الـ X والـ Y. أشوف إذا في عندي Method اسمها GetX، هذه هي موجودة إذن GetX، وأكيد بترجع لي إحداثيات الـ X. خليني أعرفها في a New Variable، هذا الـ Variable بدي أسميه CX، أوكي clicked X المكان اللي أنا ضغطت عليه. طبعا هون في عندي error، إيش هو الـ error؟
انه get x it will return float وانا خزنته في integer. اكيد غلط، بدي اروح اعرفها مرة ثانية واخزنها عندي in float value. ونفس الشيء حتى ارجع ال cy بدي استخدم ال event dot get y. اذا هيك بترجع عندي قيمة ال y. ونفس الشيء بدي اخزنها في float variable، في متغير من نوع float، وبدي اسميه cy. وعندي النقطة اللي موجود فيها الباكمان، الباكمان وين موجود؟ هيها موجود عندي في x و y. initial 0 0، لكن اكيد حسب الميثود كل مرة بتتغير عندي. اذا الان بدي ارجع لهذه الميثود وابدأ الان بعملية المقارنة واشوف f اذا كانت عندي. حكينا الان بس بدنا نركز عنا على ال up and down، اوكي؟ فمعناته بدي اشوف الان قيمة ال cx. اذا كانت عندي قيمة o، بما اني up and down معناته انا بتكلم عن cy، اوكي؟ اذا كانت عندي قيمة cy المكان اللي انا ضغطت عليه اقل من قيمة الy الحقيقية، معناته اكيد بتوقع انه الجسم عندي لازم يطلع للاعلى، لانه cy اقل من الy اللي هو موجود فيها، فاكيد الاتجاه لازم يرتفع عندي للاعلى. اذا direction is equal to 3 معناته انه direction is moving to up. else بدي اشوف الان عندي اذا كانت قيمة cy is greater than اكبر من قيمة الy، معناته اكيد عندي it will move to down. اذا ممكن الان اغير direction، والdirection عندي is equal to down 0 1 1، اوكي؟ so one it means move down. يمكن هذا ابسط شيء ممكن افكر حتى احل هذه المشكلة. خليني اعمل run واشوف هل راح يطلع عندي up and down ولا لا. يعمل له run، اخترت ال emulator done. يمكن يحتاج ل شوية وقت حتى يشتغل. حتى يشتغل خلينا نفكر أكثر في عملية تحديدنا للاتجاهات. إذا نلاحظ الآن لو أنا عندي هذا الباكمان وأنا ضغط، يمكن لو أضغط في كل هذه المكان في كل هاي المسافة، يمكن هيك راح أفهمها كلياتها إنه we are moving up. وإذا رحت الآن لتحت ضمن هذا الاتجاه في أي مكان هون رح أضغط عليه، so we are moving like down. وأكيد نفس الشيء عندي بالleft والright. إذا بروح بهذا الاتجاه فمعناته أي مكان رح أضغط فيه هون it will move to left، وعلى عكسها تماما الاتجاه الثاني إذا بروح بهذا الاتجاه معناته إحنا we are moving to right. سهل اني احدد هاي الاحداثيات بناء على قيمة ال cx وال cy الموجودة عندي واحداثيات الباكمان، لاني بعرف هاي النقط وبعرف هذا المجال. لكن دائما بتطلع عندي المشكلة في تحديدي لاتجاه الباكمان اذا انا ضغط في هذه الاماكن. ايش راح يكون عندي اتجاه الباكمان اذا بضغط هون، او اذا بضغط في هذه المنطقة، او اذا بضغط في top left كورنر، او اذا ضغطت هون. اذا ضغطت على اي اتجاه من هذه الاتجاهات، على سبيل المثال ضغطت في هذا المكان، فمعناته وين راح يروح عندي الباكمان؟ هل راح يروح to right ولا راح يروح to up؟ بصراحة في هاي الحالة اكيد بدنا نفكر في الموضوع بشكل اكبر. وفي عندي كمان عنصر بده يدخل عندي، مش بس قيمة ال x وال y. اذا بنلاحظ في هاي المنطقة اللي أنا ضغطت عليها اللي أنا حددتها، إذا جيت أفكر فيها بالنسبة للـ CX والـ CY، الآن هون راح ألاحظ إنه قيمة الـ CX أكيد راح تكون عندي أكبر من قيمة الـ X. ولو أفكر في قيمة الـ CY أكيد عندي قيمة الـ CY راح تكون أقل من قيمة الـ Y. لكن هذا بعده يعني هذا الشرط الآن اللي أنا كتبتهم الشرطين بينطبقوا على أي مكان عندي في هذه الأريا، okay؟ لكنه بعده غير كافي، غير كافي حتى أحدد الاتجاه.
هل هو لليمين ولا هل هو للأعلى؟ ما هو بنطبق على كل شيء، وممكن أروح يا أب يا رايت. في هاي الحالة بدي أفكر بكمان متغير حتى يساعدني أني أنا أحدد الاتجاه. أكيد هذا المتغير رح يكون عندي direction للباكمان. إذا كان direction to the right وأنا ضغطت في هذا المكان، فأنا مش أكيد، أكيد مش قصدي أنا أنه يظل ماشي على اليمين، أكيد أنا قصدي أنه يروح عندي للأعلى. وإذا كان عندي للأعلى وأنا ضغطت بهذا الاتجاه، فأكيد المفروض أنه أنا قصدي أنه هو يتجه على اليمين. إذن بحتاج لثلاث متغيرات في هاي المناطق حتى أحدد وين مكانه. نفس الشيء لو أفكر عندي في هذه المنطقة بالنسبة للسي اكس والسي واي والاكس والواي، أكيد هون عندي قيمة السي اكس راح تكون أكبر من الـ value of x مليون بالمية. لو كانت عندي مثلا هون قيمة الـ x 500 وهون راح تكون عندي 700، إذن في هاي المنطقة هي starting from 700، تبدأ من 700 لنهاية الشاشة. إذا ضغطت في أي مكان أكيد راح تكون عندي أكبر من قيمة الـ cx اللي أنا ضغطت عليها أكبر من ci. cx يعني clicked x، المكان اللي أنا ضغطت عليه. ونفس الشيء في هاي المنطقة راح يكون عندي cy is greater than y، قيمة الـ cy أكبر من الـ y. وأكيد الآن كمان بحتاج أني أنا أفكر في إحداثيات الـ direction. إذا كان عندي متجه لليمين وضغط في هاي المنطقة، إذا أكيد أنا الآن هدفي أنه ينزل الباكمان لتحت down، معناته الـ direction راح يكون عندي down. ونفس الشيء الآن ممكن أفكر في المعادلة في بقية الاتجاهات. في هذا المكان راح تكون عندي قيمة cx أقل من الـ x، اوكي، والسي واي اكيد راح تكون عندي is greater than y. اذا بفكر في هذه المنطقه اكيد قيمه سي اكس والسي واي راح تكون less than x و less than y. خليني ارجع الان لمثالنا المفروض انه اشتغل، وبدي اجرب الان التاتش. اذا بضغط هون فوق هيتغير عندي into up، واذا بنزل لتحت راح يتغير عندي into down. up down up down. وبنفس الطريقة الآن ممكن أكرر بقية الاتجاهات، كلها راح تكون عبارة عن set of if else statement. إذا الآن بدي أبدأ أشيك وأفكر في قيمة الـ x وفي قيمة الـ y، وين راح تكون إحداثياتهم حتى أكمل هذا المثال. وممكن تجربوا فيه الآن، راح أعطيكم الكود مثلا بهذا الشكل، وتبدأ الآن تفكر كيف بدك تصيغ في الـ if else statement. خليني الآن أنتقل لموضوع آخر مهم. هذا الموضوع اللي راح نتكلم عنه، إذا عندي الآن جسم آخر في هذه اللعبة، لو عندي مثلا ghost موجود، أكيد هذا الghost ممكن أني أحركه وأربط حركته بالباكمان حتى يلحقه. ممكن أعمل new thread وأخليهم كل واحد عندي في thread، وكل واحد عندي بيشتغل بشكل مختلف عن الثاني. وكمان أهم شيء بيهمني، إذا صار عندي أي تصادم، كيف بدي أعرف إنه صار في عندي تصادم بين الشكلين؟ إذا صار في عندي collision، إذا صار في عندي collision أكيد ممكن أوقف هاي اللعبة، أبطل أعمل invalidate، أطلع message box إنه game over وإلى آخره. فأول شيء الآن حتى نبدأ في هذا المثال، خليني أفكر كيف بدي أظهر الghost. أكيد الآن الghost عندي هو عبارة عن bitmap image. هاي البيت ماب يمكن انها موجودة عندي بالريسورسز، انا مرة اضفتها على دراوابل. هل في دراوابل هيها موجودة عندي صورة الغوست دوت بي ان جي. الان بدي اضيف هذا الغوست عندي على الشاشة، وبدي اضعه مثلا في مكانه اللي رح يظهر فيه في منتصف الشاشة. شو رح اعمل حتى اضعه في منتصف الشاشة؟ اكيد رح استخدم الـ on draw method. on draw هي اللي رح ترسم لي. فالon draw بعد ما أرسم الباكمان يمكن في النهاية أجي أضيف عندي الghost، أوكي، أو ممكن في البداية، ما رح مش ما فيش عندي فرق يعني بينهم. خليني أجرب الآن في البداية أرسم الباكمان قبل إني أحدد أي شيء في البرنامج. طبعا هو أكيد عبارة عن bitmap image، أوكي، صورة. وهي الصورة حتى أضيفها بدي أروح على الكلاس أو على الأوبجكت عفوا canvas، واستخدم dot draw method dot draw.
بيت ماب، والبيت ماب تأخذ عندي 4 parameters. الأول عبارة عن paint object، الثاني عبارة عن location x y وين راح يكون موجود، والأخير عبارة عن paint object، والpaint object in our case is null. فالآن راح أبدأ أول شيء قبل ما أحدد وين مكانه، إذا بدي أرجع أعمل bitmap image، فمن الكلاس عندي اللي اسمه bitmap بدي أعمل object أسميه bmp أو my image، أو ممكن أسميه ghost. Okay, so this is ghost. Sorry, no a. والآن is equal to، بدي أروح على الكلاس اللي هو bitmap factory dot decode resources. Where is decode resources؟ Okay. والresource الآن بدي أحدده ب get resources، بدي أخذه من الresources مش from URL، so get resources كاما، والآن موجود عندي في r.drawable.ghost. okay. هيك عملت bitmap object. okay. سيمي كاما. والآن بدي أحدد وين رح أرسم هذا البيتماب ايمج. اول شيء بدي ارسم البي ام بي، وين بدي ارسمه؟ بدي احدد الكانفاس دوت اكس، تطلع عندي بالوسط على الكانفاس دوت، ممكن نستخدم دوت جيت ويدث، اوكي، ديفايدد باي 2. اوكي، ونفس الشيء ممكن الان، اوكي هذه ما سميتها بي ام بي، بس خليني اعدل الاسم، سميتها جوست. اوكي، والآن بدي أحدد وين الواي. الواي موجود عندي في الكانفاس dot get height divided by 2. okay. وآخر شيء عندي null object. إذن هيك أنا رسمت الghost. خليني أجرب أعمله run. الآن بس أضفت اللي هي صورة الغوست، المفروض إني أضفتها في X والY عندي في منتصف الشاشة، لكنها ما طلعت عندي في منتصف الشاشة، هي هاي النقطة الوسط الشاشة، لكن أكيد هو بينزل عندي، فأنا ممكن أخصم من هون 100 ومن هون 100 حتى يطلع عندي. بس إذا بنلاحظ الآن ما فيش عندي ولا أي action أو reaction. إذا بيصير عندي أي collision، أوكي، أي تصادم بين الباكمان وبين الغوست. هدفي الآن إني أكتشف هذا التصادم. بس قبلها خليني أرفعه شوي. وين الباكمان رسمته؟ إذا رسمته هون، ممكن أعمل minus 100، وكمان هون عندي أعمله minus 100. So it will do division، إلها priority أعلى، بعدين it will do minus. Okay. Run. إذا هذا الباكمان، وهي إذا عندي collision أو intersection is nothing، ما صار عندي ولا أي شيء. الآن إذا بدي أعرف إنه في intersection ولا لا، okay. ممكن إن أنا أستخدم if statement. okay. if statement. وهذا if statement شو بدي أعمل فيها؟ معناته لازم استخدم method. طبعا في عنده method، هذه الميثود موجودة في class اسمه rectangle f dot، في عندي method جاهزة اسمها dot intersect. اوكي، dot intersect، وهذا الانترسكشن بترجع عندي boolean value، it's either true or false. لكن هاي الميثود اللي اسمها intersects بتاخد two objects، الاول of data type rectangle f، الثاني عندي برضو كمان of data type rectangle f، اللي هم عبارة عن two objects a و b. فالمفروض الان اني احدد شو هم هذول two objects،
والمفروض انه التو اوبجكتس هذول معروف ايش هما. ايش راح يكون عندي هذول التو اوبجكتس؟ الاول عندي اللي هو عباره عن الباك مان، والباك مان انا عارف شو احداثيات، فممكن اعمل ريكتانجل اف اوبجكت اسميه مثلا اي، واي عندي شو بيساوي نيو ريكتانجل اف، وممكن الان احدد احداثياته. اوكي بهاي البارامترز ممكن ارسل الفور بارامترز مباشره. الفور بارامترز اللي هم عندي عباره عن اكس سوري واي، وعندي اكس بلس 200 واي بلس 200. هذا عندي عباره عن الباك مان. اوكي هاي اول ريكتانجل عندي عبارة عن الباك مان. ممكن اروح ل another rectangle اعرفه b is equal to new rect f، هذا اللي هو راح يمثل لي الاحداثيات الجوست. والجوست عندي وين راح يكون موجود؟ اكيد راح يكون موجود على cx. اوكي مش cx، نرجع هون وين احنا حطيناه في وسط الشاشة. اوكي وين وسط الشاشة؟ اوكي اذا هذه احداثياته اللي هي canvas.getWidth. خليني اشيلها هاي وخليني اثبتها الان مؤقتا. مثلا موجود عندي like اللي هو 500 و 500. اوكي موجود عندي في هذا المكان، واكيد ممكن يكون dynamic المكان الموجود فيه الباكمان، ممكن يكون موجود عندي في اي مكان دايناميك. ممكن انا هذول بغيرهم زي ما قيمة x والy اغيرها. ممكن اعرف another two variables x y for ghost، حتى الghost كمان برضو يتحرك واحركه. لكن الان مبدئيا هي عبارة عن 500. okay so it's like 500x و 500y بما انه ثابت تقريبا حجمه بحدود 300 by 300، فأكيد راح تكون هاي 800 800. اوكي سيمي كاما. والآن F rectangle F dot intersection، صار عندي intersection between A and B. اوكي so what I will do، شو بدي أعمل؟ خليني أكتب على log file dot D. اوكي بدي أكتب game، خليني اسميها status. اوكي عشان ادور على هذا التاج، وبدي اكتب في game over. اوكي اذا هذا النص اللي انا راح اكتبه فيه وسيمي كام. اوكي اذا صار عندي اي intersection فمعناته على log.d status راح تطلع عندي المسج game over. اوكي هذول كمان ممكن اني اخذهم control with x واروح ارفعهم عندي فوق. اول ما اعمل invalidate مثلا وبعد ما ارسم الghost. okay so I can try to do it here، او ممكن اكيد اعرفهم في another function. خليني اعمل run، وعبال ما اعمل run بدي اروح على log d وبدي ادور هون على status. okay في debug، وهي عندي الباكمان. بدي أشوف الآن إذا صار عندي أي intersection شو اللي بيصير عندي في هذا الباكمان. أكيد أحسن لو عرفت بقية ال directions. okay هي هيك صار عندي intersection game over game over game over game over. okay فهيك انتهت اللعبة عندي. طبعا أكيد المفروض عندي لو أنا بفكر في الموضوع صح، المفروض اني انا بدل ما اكتب في كل مرة invalidate واكررها. اذا بنلاحظ هون عندنا في هذا الكود في الاندرو كم مرة انا كتبت invalidate؟ خليني اشوف. اوكي هاي هون عندي invalidate، هاي واحدة ممكن اشطبها، وهون عندي invalidate. لاحظوا في كل مرة انا بغير الدايركشن شو راح اعمل في الاخر؟ اكيد راح اعمل invalidate. وهون كمان عندي في النهاية رح أعمل invalidate، وهون كمان عندي رح أعمل invalidate. ففعليا أنا بعمل invalidate والله في كل الأحوال، سواء طلعت معي else ولا طلعت معي f، هي عبارة عن
invalidate. الآن لو أرجع أفكر في الموضوع مرة ثانية والrectangle F والintersection متى أنا رح أعمل invalidate؟ رح أعمل invalidate إذا ما صار عندي intersection. إذا في intersection so game is over else معناته أنا شو بعمل؟ بعمل invalidate حتى أخلي الجيم تتوقف عندي. أوكي؟ فإذا ما كان في عندي أو إذا عفوا كان في عندي intersection فرح أطبع game over وما رح أعمل invalidate. لكن إذا ما كان في عندي intersection معناته بقدر إني أعمل invalidate وأخلي الأشكال تظلها تتحرك. خليني أعمل له run آخر مرة. إذا هذا عندي الباكمان وهي نزلته لتحت صار عندي intersection. اوكي اذا بنلاحظ الان مجرد ما طلع عندي intersection طلع عندي game over وتوقفت عندي اللعبة عن اعادة الرسم. اوكي بطل يعمل لي on draw. اذا هذه اهم الموضوعات اللي رح نتناولها في موضوع 2D graphics. اوكي ضروري ان احنا نجرب نستخدمها. ممكن أجرب أعدل على الأشكال الاتجاهات في الباكمان أب وليفت وداون ورايت وأشوف كيف الآن ممكن أحددها بشكل أكثر دقة. ضروري إن احنا نرجع للسلايدز حتى نقرأها. سلايدزنا اللي هي عبارة عن drawing 2D graphics. عرفنا الآن إذا بدنا نرسم أي شكل على الشاشة فمعناته هذا الشكل بدي أنشئ له كلاس جديد وهذا الكلاس it will be extends from view. هذا الكلاس الجديد أكيد رح يكون إله constructor matching parent view ورح أرد الآن أعمل override للميثود اللي اسمها onDraw. وفي onDraw بقدر أرسم شكل أو مجموعة من الأشكال أو أكتب على هذا النص. بعد ما إنشأت هذا الكلاس ممكن الآن إني أروح أضيفه على ال XML file زي كأنه عبارة عن XML elements زي ما بضيف ال widgets أو ممكن حتى أستخدمه في ال dynamic GUI أنشئ منه object in my Java class وبحدد إله ال width وال height وممكن كمان أحدد إله ال ID وأي attributes ثانية. تعرفنا على مجموعة من ال methods أوكي حتى إني أرسم الأشكال. تكلمنا عن draw arc draw bitmap, draw circle, line, oval وغيرها. ممكن نجرب بقية الميثود. وحتى أعرف ال width وال height للكانفاس بستخدم الميثود dot get width و dot get height. هذول بيساعدوني إنه to get dimension of drawing area أو dimensions of canvas. كمان تكلمنا عن ال paint object وعرفنا كيف ممكن نحدد من خلاله الألوان. وممكن نحدد من خلاله الستايل اوكي اللي هو الستايل عندنا فيل فيل اند ستروك وفيل وكمان ممكن نغير من خلاله اللي هي الفونت فاميلي نوع الخط المستخدم وغيره. اذا مجموعه من الخيارات الموجوده عندي related to paint object. كمان تكلمنا عن البيت ماب ايمج وكيف ممكن ان احنا نضيفها. اذا عندي اي صورة كيف ممكن اضيفها ضمن الشيبس الموجودة عندي اللي on draw رح ترسم لي اياها. في عندنا هذا الاكسرسايز ضروري انكم انتو تجربوه في البيت وحله برضو كمان موجود. الفكرة الان انه انا بدي ارسم 5 دوائر بداخل بعض. ما بدي ارسمهم طبعا اكيد بدي ارسمهم رح استخدم draw oval او draw circle لكن الان الفكرة اني استخدم الفور لوب وانقص في كل مرة عندي 20% من حجم الدائرة حتى تطلع عندي الدوائر بقلب بعض واستخدم ال if statement حتى تغير لي الوانهم من احمر لابيض احمر ابيض احمر. اذا بنرجع للكود هذا الكود نشوف شو عملنا هون في ال on draw. اول شيء انشأت كلاس جديد اسمه target view extends from view إلى constructor وعملت override لل on draw method. في ال on draw method عرفت paint object وهذا ال paint object
for red color, another paint object for white color. إذا في عندي two paint object، واحد اسمه red والثاني اسمه white. والآن رحت على new variables w حتى أعرف كم الwidth، كم عرض الشاشة وكم الهايت إلها. فcanvas.getWidth خزنته في w، وcanvas.getHeight خزنته في ال h variable. والآن حتى أرسم خمس دوائر، فهي for loop starting from 0 ending with 4. إذن هذه راح ترسم عندي خمس دوائر، واستخدمت الميثود draw oval. ولما أرسم الأوفل حددت الآن الإحداثيات تاعته، اللي هي عبارة عن W multiply by I divided by 10. أوكي، ففي أول دائرة معناته هو 0 على 10. 0 على 10 إيش النتيجة عندي؟ أكيد is 0. multiply by W فهي كمان عندي عبارة عن 0، فهي 0 0. إذا رح يبدأ من أول الشاشة ويرسم لوين؟ لنهاية الشاشة. طبعا هون اللي هو عبارة عن الويدث والهايت. إذا هي النقطة الأولى، وهي عندي النقطة الثانية. النقطة الثانية اللي هي W multiply by 10 minus 0 divided by 10. أوكي، فمعناته full width، وهي عندي 10 minus 0 10 divided by 10 is 1 multiply by height، فمعناته الهايت كامل، معناته راح يرسم لي الدائرة الكبيرة بكامل حجم الشاشة. وإذا بنلاحظ في كل مرة عندي راح تنقص من هون 10% width، ومن هون كمان بالنقطة الثانية 10%، فهي عبارة عن 20% less. بالنسبة للpaint object راح استخدم الconditional operator. إذا كان الـ i divided by 2 is equal to 0 يقبل القسمة على 2، فمعناته هو red otherwise white، فمعناته أول مرة red، اللي بعدها white، red اللي بعدها white. تكلمنا كمان في هذا الشابتر عن عملية redrawing، إعادة الرسم، ولإعادة الرسم بستخدم الميثود اللي اسمها invalidate. كمان تكلمنا عن threads، وthreads بستخدمها حتى إني أحرك أكثر من objects في نفس الوقت. هي عبارة عن simulator للـ parallel processing. فالفكرة الآن كلها أخذتوها بالجافا، استخداماتنا للثريد. فأنا رح أستخدمها حتى أعمل أكثر من action في نفس الوقت، وكمان رح أستخدمها حتى أضبط التوقيت وأسرع الـ call for functions أو أبطئها. كيف؟ من خلال thread.sleep، وبحدد in milliseconds time، كم هي عدد المرات أو الوقت اللي راح تتوقفه قبل ما ينادي الفانكشن الثاني، وبستفيد منها إنه ما راح يعمل لي فانكشن كولز بسرعة، ممكن إني أبطئها. أوكي، هذا بالنسبة للثريدز، drawing thread bouncing ball. تكلمنا اليوم عن on touch event. أوكي، وتكلمنا محاضرتنا الماضية عن الـ on key down، وعرفنا كيف بدنا ناخذ الكي كود ونتأكد شو هو الزر اللي احنا ضغطنا عليه، وبناء عليه راح نتخذ الاكشن. واخر شيء تكلمنا عنه في محاضرتنا اليوم اللي هو الكولاجين ديتكشن. وللكولاجين ديتكشن استخدمنا الميثود intersect، وفي عندنا ميثود ثانية اسمها contains. وcontains ممكن هتأخذ نقطة بس واحدة x و y وبترجع عندي boolean value، أو ممكن حتى تأخذ rectangle 2، وأي نقطة عندي بcontains rectangle 2 في rectangle 1 it will return false value. okay، otherwise it will return true. فcontains أو intersects نفس الشيء. إذن هذا كل شيء بهمنا في موضوع الجرافيكس. إن شاء الله محاضرتنا القادمة رح نبدأ ب موضوع جديد. أكيد أي شيء بتحتاج الآن في الجرافيكس ممكن أنك تبحث عليه، وتقدر أنك أنت تجد إجابة له وتطبقها من خلال مشروعك. انتهت محاضرتنا، والله يعطيكم العافية.